مستمرين معاكم ياسر وأنا وعلى الهواء مباشرة من مسرح بكر الشدي من بوليفارد الرياض وعلى شاشة MBC1 MBC العراق MBC مصر وسينك وشاهد VIP وحفلة جوي أوردز 2022 واللي بنعلن فيه تصويت الجمهور للأعمال والشخصيات المفضلة لسنة 2021. وحاجات كثير تميز موسم الرياض، ومنها حفلاته اللي تجمع عمالقة على مسرح واحد ما كنا نتخيل أبداً إن نشوفهم مع بعض. الفنان الحقيقي لا يبحث عن لقب، لكن الجمهور إذا أحب أعطى. والأول مرة معانا في تاريخ الغناء العربي ثلاثة من أصحاب المقام الرفيع في الأغنية العربية حيقفوا على مسرح واحد، ثلاث قامات ألقبهم نبعة من قلوب محبيهم: فنان العرب محمد عبده، والقيصر كاظم الساهر، وأمير الغناء العربي هاني شاكر. على عطشي وصحراي
شهري أو بأخطائي أحبيني بطهري أو بأخطائي وغطيني أيا سقفا من الأزهار يا غابات حناني وغطيني أيا سقفا من الأزهار يا غابات حناني أنا رجل بلا قدر معنا مطرب